اهلا بحضراتكم من جديد. منذ قليل انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراه مصر وبوتسوانا. المباراه اللي هتبقى بكره الثلاثاء ان شاء الله على الساعه 5 مساء في الجوله الاخيره لتصفيات الامم الافريقيه. المباراه تقرر انه هيديرها طاقم تحكيم من جامبيا، وفي الاجتماع الفني تقرر ان منتخب مصر هيلعب بالفانيلا الحمراء والشورت الابيض والشراب الاسود، والفريق الضيف هيلعب بالفانيلا البيضاء والشورت الازرق. دي في ترتيبات هذه المباراه. لكن بعد انتخابات اتحاد الكرة او بعد ما اغلق باب الترشيح، رسالة ما بعد التزكية، المهندس هاني ابو ريدة وقائمته لم يتقدم ضدهم احد، فبالتالي دي القائمة الوحيدة المترشحة. الجمعية العمومية 10 ديسمبر، ايه اللي هيحصل فيها؟ انه هتستعرض حضور 25% من النصاب القانوني، يعني محتاج هاني ابو ريده وقائمته تزكيه 34 نادي يكونوا حاضرين في الجمعيه العموميه، يبقى كده نجح رسميا لاربع سنوات قادمه. القائمه اللي المهندس هاني ابو ريده تقدم بيها هقولها لك يا باشمهندس، معاه الاستاذ خالد الدرندلي نائبا للرئيس، ومعاه في العضويه كلهم وجوه جديده لم يسبق لاحد منهم ان دخل اتحاد الكره كعضو او اي لجنه. يمكن احمد حلمي الشريف كان موجود في لجنه الاشراف على الانتخابات بتاعه 2016 فقط. حماده الشربيني، مصطفى ابو زهره، طارق محمد ابو العينين، وليد عبد الجواد، محمد ابو حسين، والزميله الصحفيه ايناس مظهر. ده التشكيل بتاع مجلس الاداره اللي تم تزكيته وينتظر قرار الجمعيه العموميه في 10 ديسمبر. انت بتقول لم يسبق لاحد منهم، لا ايناس كانت موجوده يعني قبل كده، موجوده في اللجان او لجنه عالميه، لا كانت موجوده لكن في مجلس اداره الكره ماشي دخل، بس عنصر من العناصر بنت كره القدم والاتحاد المصري طبعا طول عمرها، مش هو ده مربط الفرس. مربط الفرس انك جبت وجوه جديده، لكن اللي اختارهم يعلم ان لديهم من الخبرات ما يمكن أن تكون خبرات متنوعة وأن تضيف وأن تقدم الحلول. مطلوب مزيد من التعريف بهذه الأسماء الواعدة. المهندس هاني أبو ريدة كان قد طالب بالدعاء، لا هنعمل أكثر ما هو من الدعاء، هندي الدعم. الدعم اللي هو إيه؟ هننتظر ونناقش ونقدم المشاكل ونحطها امام الاتحاد صاحب الحق في حلها، وضع النظام المستقر ليها، واذا كان من حقنا ندي نصيحه نقولها، تقبل تقبل ما تقبلش مش هنزعل، بس المهم ان احنا ننور مشاكل كره القدم التي ينبغي ان يعلمها اكثر من غيره كابتن هاني ابو ريده. طيب انا اكيد هعرف منك رسالتك لهاني ابو ريده بعد التزكيه، بس بعد ما اعرف راي صديقك كابتن حلمي طولان. نشوف الكابتن حلمي طولان عايز ايه من هاني ابو ريده. وما فيش شك طبعا المهندس هاني ابو ريده خبره كبيره جدا، ويعني تمرس في العمل الاداري كعضو مجلس اداره الاتحاد، ثم في الرئاسه، ثم الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، عنده مناصب رائعة الحقيقة. يعني مهندس هاني من الشخصيات اللي أنا على المستوى الشخصي أنا بعتز بيه جدا وبحبه جدا، وشخصية قريبة إلى قلبي وإلى نفسي. وكون إن هو يجي في رئاسة الاتحاد فهو الأفضل، وكون إن هو يختار مجموعة غير معروفة للناس بشكل كبير برضو دي أحسن ودي افضل. اعتقد ان الناس دي تبقى جايه عشان تشتغل بس مش عشان تتمنظر. كون ان يبقى معاه المهندس الدرندلي، انسان محترم قوي وراجل جدير بانه يكون معاه ويبقى يقود الاتحاد في الفتره ديت. طبعا انا متفق مع كابتن حلمي في تقييمه للكابتن للكابتن هاني ابو ريده كبني ادم وشخصيه. راجل لطيف، المفروض ان عنده من الخبرات
من خلال ممارسات طويله في الاتحاد الافريقي ومكانه رفيعه في الاتحاد الدولي، يكاد يكون الوحيد اللي باقي من الشله القديمه صحيح في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي. ايوه فعنده، هل عنده النو هاو؟ عنده النو هاو، وده اللي بيزعلني بقى من اللي زي الكابتن هاني بوريدا. ايوه الذين يعلمون ويملكون التشخيص ولا يقدمون العلاج. لا يعلمون ولا يعملون، لا بيعملوا. يعني هو الكابتن هاني قال لهم ادعوا لي. اه ندعي لك ليه يا كابتن هاني؟ ده انت قادر ان حضرتك بما تملكه وعشت كتير مع يعني مش تجربتك في الكره المصريه تخليك عايز لسه تستطلع وتستكشف. ده في اوقات الى عهد قريب، ويمكن استمر الوضع خلال فترات المجلس السابق، ما كانش حد بيتنفس الا بعلم هاني بوريدا. النفس. وعندهم حق، لما يكون جنبك واحد زي هاني بوريدا معقوله مش هتساله في كل مشكله؟ وينبغي ان يكون عنده الاجابات. لا ده ينبغي يكون عندك الحلول للمشاكل المستعصيه اللي محتاجه اتصالات دوليه. مين غيرك؟ هل معقوله كابتن هاني وانت في الاتحاد الدولي الذي يلح ويصر ويؤكد على أهمية اللعب المالي النظيف ولا تستطيع أن تفرض هذا الواقع وأنت كنت مسؤول مرة اثنين ثلاثة عبر السنين مهما كانت الصعوبات؟ افرض هذا النظام. أنت في الاتحاد الدولي شايف حرص، والاتحاد الدولي اللي قام بأكبر عملية تطهير في تاريخ الرياضة العالمية يخلص من اسماء ما كان حد يتخيلها من اول بلاتر، علشان وبلاتيني. وبلاتيني وبلاتيني لا، والمكتب التنفيذي بالكامل تقريبا ما عدا هاني. ودي شهاده انه الراجل يعني نضيف حلو. اه وبعد انك نضيف لازم تضيف. ايوه ما هو نضيف حلو. وبعدين هتعمل ايه؟ بالدرايه والخبره والممارسه والاتصالات والعلاقات والنظافه. المنتج ايه؟ المنتج فيه هاني بوريدا فقط. طيب لا انا عايز هاني بوريدا بقى. ايوه لابد من تفعيل اللعب المالي النظيف. ليه؟ لان طب ما تقول للناس يعني ايه اللعب المالي النظيف؟ انك انت ايوه اما تيجي تقول يعني بره لازم تقول مواردك منين؟ ولابد ان تكون موارد مستقره منتظمه غير قائمه على التبرعات. يعني ما تجيش تقول انا بيجي لي منح. لا ما بيحطهاش في الاعتبار دي. بيحط على الموارد المستقره اللي معلوم مصدرها. وما تديش التزامات على نفسك الا في اطار ما تقدمه من اموال. يعني ما يبقاش اقنعت أو قدمت إن أنا دخلي الذي ينطبق عليه الشفافية المالية 100 جنيه بس التزاماتي 300 جنيه، مستحيل. هذا التطبيق المالي النظيف طبق على برشلونة في عزه وعلى استمرار ميسي في برشلونة. قالوا له منين يا حبيبي؟ هتجدد للراجل ده؟ ما أنا هدفع له دلوقتي وهعمله. تبرعات عن البادجت. تبرعات ما تقوليش. اه فين الميزانيه اللي بتقول انك هتدفع الكلام ده؟ واخد بالك؟